شو عم يطبع؟ الناس ما عندها رصاص وهو قاعد عم يتسلى. صباح الخير شباب. صباح الخير سياح. صباح الخير سياح. وقف، لا تشرب. انت جديد معنا هون، الظاهر ما حدا قال لك انه هاي المي ما بتنفع للشرب، بتضر بتمرض. هلا الشباب بيجوا جايبين مي من النبع. هذا الجبل الفرنساوي هون ونحن هون، راح يضلوا يضربونا بالمدافع ويقربوا لحتى يوصلوا لنا. طيب وبعدين؟ فنحن لازم نطلع فوق على راس الجبل وننزل عليهم. يلا وين وين؟ خليل بيك انت خليك هون امن لك. وين تتركني يرضى عليك؟ لا الله يخليك. هلأ بدك تروح؟ طبعا هلأ لازم ارجع مشان اجيب النجدات. يا خليل بدك يعني روح واتركن هلأ؟ يا ابني اذا مسكوني الفرنساوي بفضح كل اسرار الثورة. بس يا خليل بيك ما بدك بس لازم اطلع من هالفخ بأي طريقة. مو مشاني يا ابني، مو مشاني، مشان الثورة. يلا يلا يلا. بس يا خليل بيك ما بدك بس يا خليل بيك هلأ انت صرتي بأمان، انا راح ارجع. وين 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 ترجع؟ وين ترجع يا خليل بيك؟ مثل ما اجيت بترجع. لك يا ابني انا بعرف المناطق هاي. بعدين يوضع عليك البغل اللي جيت عليه ضاع، ما بعرف وينه. بس الشباب علقانين. معلش الشباب بضايات ما بنخاف عليهم. انت يا ابني هلا عم تقوم بمهمه ثوريه جدا كبيره. تعال يا خليل بيك. تعال يا ابني، انت عم تقوم بمهمه ثوريه.
شو هي بنتك مجنونة؟ شو نزل هذا لا تخاف عليه. افضل من موقعنا. حدد احداثيات وخلي الحاول يدكم. بعدين لا نجدة وصلت ولا مصطفى رجع. المهم صديناهم. خايف يحاصرونا اكثر. سكروا درب الدلب السوداء. هذا اللي كنت خايف منه. يسكروا ليشبعوا. لما بدنا نمرق بنمرق. نحن مالنا محكومين بدروب. الجبل كله قلنا. سيطروا على نبع المي اللي بنشرب منه. محاصريننا مظبوط. ما بيع عنا منفذ الا طريق الجرف. اكيد في وراه كمين. او تاركينه لحتى ننسحب منه ويخلصوا من تهديدنا لقوافلهم. اذا ما اجتنا نجده ضعنا. بتجي بتجي. اكيد ما راح يتخلوا عنا.
ليه تشرب من هاي المي؟ بدك تمرض انت؟ رح موت ناطر، شو اعمل؟ يلي بيمرض هون بيروح فيها. شو لوين؟ بركي بدبر شوية مي. من وين؟ النبعه تحت ايد الفرنساوي. دبر حالي. قلبي مو مطمن. ليش خليل بيك؟ كأنهم عرفونا. مزبوط، كان معهم صور عم يطلعوا فيها ويطلعوا فينا، بس أنا لما قلت لهم أنا مرابع عندك وما بقى عندنا سحاحير كأنه صدقوا. ما يمكن، ويمكن تركونا حتى نوصل عن جماعتنا ويمسكونا كلياتنا سوا. شو خليل بيك؟ أكيد لحقينا. امشي. وما بين ابو علي؟ لا، مش ما لقيته بالجبل؟ لا. معقوله كمان ابو علي؟ الله يسوقك يا مصطفى. ما بقى حدا، ما بقى غيرنا. خلونا نستحي، شو قاعدين نعمل هون؟ لا اكل ولا شرب، لا امدادات، لا ذخيره، لا اسلحه مثل العالم. قعدتنا هون بتعني شي واحد وبس، الانتحار. توكل على الله ابو علي، نلحق. ما بترككم. لا تعانيت صياح، على الاقل من شان بنتها. معك حق، سبقنا انت. رح نمشي من طريق تاني، أحسن ما يمسكونا كلنا. متأكد من الحكي لك صياح؟ الله معك أبو علي. حسوب، شو سي؟ يلا لوين؟ بلاد الله واسعة. طيب إذا إجا أو إجوا بيلحقونا وما راح يجوا. لا راح يجي. قلت لك ما راح يجوا، وغراضوا بحطهم ببقشتي. هاتي